بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث البراء رضي الله عنه هو في تفصيل ما وقع للمسلمين في موقعة أحد، وفيه أو منه استخرج المصنف رحمه الله دروسا عديدة وعبرا وأحكاما كما أشار إليها في ترجمته. ولا شك أن الحديث أوسع من ذلك وأكبر، لكن لا مانع من إرادة الحديث بطوله لفائدة جزئية فيه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، والرجالة جمع راجل، وهو الذي ليس معه خيل ولا غيرها، بل هو على قدميه في الحرب، وتجمع على رجالة كما هاهنا، وتجمع على رجال أيضا كما في قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فجعل الرجال في مقابلة الركبان، وهو المقصود هاهنا، هو المقصود هاهنا. فقوله الرجالة هم الذين ليس معهم خيول ولا إبل يركبونها، وكانوا 50 رجلا في معركة أحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير أميرا عليهم، وجعلهم صلى الله عليه وسلم في أعلى الجبل يحرسون هذا الموضع المهم لئلا ينزل المشركون منه على المسلمين. ونظرا لأهمية الموقع وخطورته، وبصر النبي صلى الله عليه وسلم النافذ بفنون الحرب، فإنه أمرهم بأن لا يبرحوا مكانهم هذا بحال من الأحوال، سواء رأوا النصر ورأوا المسلمين قد هزموا المشركين وأوطأوهم، أي جعلوا الخيل تطأ جثثهم المجندلة في التراب، أو رأوا المسلمين يهزمون وتخطفهم الطير. وقوله رأيتمون تخطفنا الطير، يعني هذا مبالغة في وصف الهزيمة، حتى كأنهم قتلوا وأصبحت الطيور تقع على جثثهم فتخطفها وتطير بها أو بشيء منها. والمعنى: إن رأيتم لنا نصرا مؤزرا فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم لنا هزيمة منكرة فلا تبرحوا مكانكم، أنتم عندكم مهمة خاصة لا تتركوها إلى غيرها. وهذا يدل على أمر مهم في قضية الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى، وهي ما يسمى بلغة العصر الحاضر التخصص، مسألة التخصص، أي أن يكون للإنسان عمل محدد يطلب منه ولا يطلب منه غيره، ولا يسمح له بتجاوزه، وأن تداخل الناس في اختصاصاتهم وأعمالهم سبب في الفشل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وأصحابه بهذه الوصية، ثم ثارت المعركة بين المسلمين وبين عدوهم. فهزم المشركون كما وصف البراء رضي الله عنه، ورأى الهزيمة بعينه، حتى رأى النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. هذه صورة من صور الهزيمة، أن النساء من المشركين، وهذا هو الأقرب في المعنى، أن المقصود بالنساء هنا نساء المشركين، وكان المشركون قد أحضروا معهم 15 امرأة، من أشهرهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، أحضروا هؤلاء النسوة معهم فخرا وغرورا وخيلاء، وأحضروهن من أجل الثبات، أحضروهن من أجل الثبات، لأن الرجل قد يثبت خشية أن تؤخذ امرأته، كما كان عوف بن مالك يريد أن يفعل
وفعل في معركة حنين، فقد أحضر المشركون معهم بعض نسائهم، فلما رأت النساء الهزيمة بدأنا يشتددن، أي يركضن هربا، قد بدت خلاخلهن، وهي جمع خلخال، وهو ما يلبس في الرجل، حلي يلبس في الرجل، وأسوقهن جمع ساق، رافعات ثيابهن، ورفع المرأة أو الرجل لثوبه من أمامه ليكون أسرع له في الهرب، لئلا يعثر بثوبه فيكون سببا في سقوطه أو عدم قدرته على الركض السريع. فهذا المشهد يدل على أن الهزيمة بلغت بالمشركين مبلغهم. وقال بعضهم إن قوله إن وراء النساء المقصود نساء المؤمنين ويشتددن، أي على الكفار، وهذا فيه بعد. وفي رواية للقابسي قال فأنا رأيت النساء يسندن، ومعنى قوله يسندن أي يصعدن في الجبل، فالإسناد هو الصعود، وهو قريب من المعنى الأول. على كل حال المعنى الأول هو المعتمد وهو الصحيح، وهو إشارة إلى بلوغ الهزيمة مبلغها في المشركين، حتى هربت النساء خوفا من الأسر والسبي. فلما رأى الرماة ذلك طمعوا في الغنيمة وأن يصيبوا منها ما أصاب الناس، فقال بعضهم لبعض الغنيمة، أي قوم الغنيمة، يا قوم أدركوا الغنيمة، الغنيمة ها هنا تحضيض أو إغراء، أدركوا الغنيمة، أدركوا نصيبكم وحظكم منها، لا تغلبوا عليها، أي دعوا مواقعكم هذه في الجبل التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانزلوا لتشركوا أصحابكم في الغنيمة. فقال لهم رئيسهم وأميرهم عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وأن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا؟ قالوا والله لنصيبن ما أصاب الناس. إذن وقع في قلوبهم حب الغنيمة وحب المشاركة، وآثروا هذا على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون القوم، بل هذا هو الظاهر، تأولوا أن هذا الأمر الذي حصل ليس داخلا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصر قد حصل للمؤمنين والهزيمة قد وقعت وأحاقت بالكافرين، فانتهى دورنا حينئذ في حراسة الجبل فنزلوا. وقيل إن عبد الله بن جبير بقي ولم ينزل في الجبل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا كان في المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يومئذ مشركا، فرأى أن الجبل قد خلا من المؤمنين وغادروه، فاستغل الفرصة وكر بقومه من الجهة الأخرى وصعد الجبل، ثم نزلوا على المسلمين من علو فأكثبوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وذلك بسبب فراغ الجبل من الحراس الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقتلوا منهم 70، أصابوا منهم 70 كما ذكر عبد الله وكما ذكر البراء هاهنا. فهزم المسلمون، حتى الرماة الرجال هؤلاء صرفت وجوههم وهزموا، ولم يكن بإمكانهم أن يعودوا إلى مواقعهم، ولم يستطيعوا أن يأخذوا شيئا من الغنائم التي كانت سببا في هزيمتهم، وأصاب المشركون منهم 70، وكانوا يوم بدر كان المسلمون قد أصابوا من المشركين 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان بعدما هدأت المعركة أو انتهت وتوقفت، قال أبو سفيان وهو مزهو بالنصر،
يوم بيوم بدر والحرب سجال، هذا اليوم يقابل يوم بدر والحرب سجال، يعني مداولة يوم لنا ويوم علينا. وهذا من أبي سفيان كما هو ظاهر ليس تعزية للمسلمين، وإنما هو شماتة بهم، فكأنه يقول فرحكم بيوم بدر أعقبه حزنكم بأحد، وما أصبتم منا يوم بدر أصبناه منكم يوم أحد، ولا غير علينا أن هزمنا في يوم بدر، فإن الحرب سجال، فها نحن الآن ننتصر عليكم. ثم قال يتساءل أفي القوم محمد، هل محمد حي لم يمت؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا، وإنما نهاهم عليه الصلاة والسلام لأسباب، منها ترك الخوض في أمر ليس فيه فائدة، وعدم التجاوب مع أبي سفيان في أمر لا فائدة منه، ذكر هذا بعض الشراح، ومنها أن ذلك ليكون أوقع في نفوسهم إذا علموا بأن الأمر خلاف ما ظنوا، ليكون أوقع في نفوسهم إذا علموا فيما بعد أن الأمر خلاف ما ظنوا، بمعنى أن من المصلحة ألا يعلم الكفار حقيقة من قتل من المسلمين وحقيقة من سلم، وكم هو كبير في نفوسهم أن يظنوا أن قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد قليل يتبين لهم أن هذا الظن في غير محله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق، فيكون هذا نكاية بهم. وكذلك سأل عن ابن أبي قحافة يعني أبا بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، كل ذلك ثلاث مرات والمسلمون لا يجيبونه بشيء، ففهم من هذا الصمت أنهم في الأموات في القتلى، فذهب إلى قومه وهو يقول أما هؤلاء فقد قتلوا. وإنما سمى أبو سفيان هؤلاء لمكانهم وغنائهم في الحرب وفي حماية الإسلام والمسلمين، وهو دليل على أهمية القيادة في الجهاد والدعوات. ولذلك أبو سفيان كان حريصا على معرفة مصير هؤلاء الثلاثة، لأنه يدري أن الأمة بالله ثم بهم، وأن بقاءهم يعني بقاء القتال مع المشركين، وإن هزموا في هذه المعركة هزم المسلمون، إلا أنهم يستجمعون قواهم ويكرون كرة أخرى. فلذلك كان حريصا على معرفة مصيرهم ومآلهم، ولذلك رجع إلى قومه فرحا مسرورا أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر نفسه حين رأى ذلك، لأن هذا انتصار كبير لأبي سفيان أن الرسول عليه السلام قد قتل، وكذلك أبو بكر وعمر، انتصار كبير له إن كان ذلك كذلك. فلما رأى عمر رضي الله عنه فرحه وزهوه وفخره، لم يملك نفسه أن قال والله يا عدو الله إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم خلاف ما ظننت أو ما توهمت، وقد بقي لك ما يسوءك، إذن لا تظن يا أبا سفيان أن المعركة قد انتهت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قد قتلوا، لا، هؤلاء أحياء والمعركة لم تنتهي، بل بقي لك من المسلمين ما يسوءك. وهذا أيضا فيه دليل على بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإنه بقي في المسلمين لأبي سفيان ولغيره من المشركين ما يسوءه، كما أثبت ذلك الأحداث، كما حصل في غزوة الأحزاب، وكما حصل في فتح مكة، فهو مصداق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فعمر، إن كان في أمتي محدثون فعمر. أما كون عمر رضي الله عنه أجاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهاهم أن يجيبوه فهذا يحمل على أمور، إما أن يكون عمر فهم من النهي أنه ليس للتحريم، أنه ليس نهيا للتحريم ومنع الجواب، وإنما هو اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك فحسب، فرأى أنه طرأ ما يدعو إلى تغير هذا الاجتهاد وأن يجاب أبو سفيان بذلك الجواب، وعليه لا يكون عمر بهذا الجواب مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون عمر لم يملك نفسه بل غلبه ما يجد فأجاب بهذا الجواب وهو معذور، خاصة وأنهم كانوا عقب هزيمة، وعمر رضي الله عنه معروف في قوته وشدته في الحق وصرامته، فقد يحدث من المرء لشدة غيرته أو شدة حماسه أو قوته في الحق يحصل منه من القول أو الفعل ما يكون معذورا به ولا يلام عليه. ومما يرجح هذا ما سبق معنا مما حصل من عمر رضي الله عنه في يوم الحديبية، فكأن عمر كان مغلوبا على نفسه، غلبه ما يجد فأجاب أبا سفيان بهذا الجواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يجيبوه. فقال أبو سفيان، ذكر أن في القوم مثلة، والمثلة يعني بها قطع الأطراف، كقطع الأذن، قطع الأذن وقطع الأنف وما وكذلك بقر البطن وما شابه ذلك، وقد حصل تمثيل بالمسلمين، بعض المشركين مثلوا بالمسلمين فقطعوا آذان بعضهم وقطعوا أنوف آخرين وبقروا البطون، حتى إنه ورد أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بقرت كبد بطن حمزة بعدما قتله وحشي بن حرب، بقرت بطنه واستخرجت كبده فعلكتها لكتها بفمها ثم لفظتها. فاعتذر أبو سفيان بعذر أقبح من الفعل، قال في القوم مثله لم أمر بها ولم تسؤني، وفي رواية قال والله ما أمرت ولا نهيت ولا كرهت ولا رضيت، يعني ليست هذه المثلة بأمر مني ومواطأة، ولكنني ما كرهتها، ما ساءتني ولا أزعجتني، فموقفي منها موقف عادي، لا أنا بالآمر ولا أنا بالكاره. ولا شك أن هذا العذر قبيح، لأن المسلمين لم يكونوا ليفعلوا مثل ذلك بقتل المشركين، بل جروهم وألقوهم في القليب كما هو معروف في يوم بدر، ولم يحصل من المسلمين مثله بالقوم، فكان الأجدر بقريش وقد صارت الدائرة لها في يوم أحد وأصابت ما أصابت أن تسلك مسلك المروءة والبعد عن التمثيل بأحد من القتلى، خاصة وفيه من الشماتة ما فيه، حيث اختاروا حمزة بالذات لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته منه وبلائه في الحرب وشدة ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة وشقت بطنه واستخرجت كبده ولفتها، فكان في هذا ما فيه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك كثيرا وقال والله لولا أن تحزن صفية، يعني عمته أخت حمزة، وتكون سنة بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة، تأتي كما ورد في روايات أنه صلى عليه عدة صلوات. فهذا اعتذار أبي سفيان عن قضية التمثيل بالقتلى، ثم قال يرتجز أعلهبل، وهو بل صنم كان يعبدونه في الجاهلية، فهو يدعوه بأن يعلو، والمراد علو أتباعه وعباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت المسلمون لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم قبل ذلك ألا يجيبوا فسكتوا، أما ها هنا فقال ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، وهذا جواب ملائم لما نادى به أبو سفيان وارتجز به،
فإن العزة لله جميعا، وهبل إنما هو صخرة لا تضر ولا تنفع. وقوله عليه الصلاة والسلام الله أعلى وأجل، أفعل التفضيل هاهنا ليس على بابه، فليس لهبل علو ولا جلالة، وإنما العلو كله لله والجلالة كلها لله. وإنما قوله الله أعلى وأجل هو بمثابة قوله الله العلي الله الجليل، فهو كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وكقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي من أهل النار. فقوله خير وأحسن ليست على بابها، فإن مقيل أهل النار ليس فيه خير ولا حسن. والعادة أن أفعل التفضيل كما هو معلوم لكم أنها تكون مفاضلة بين شيئين يشتركان في أمر ويزيد أحدهما على الآخر فيها، فأنت تقول هذا أحسن من هذا، المعنى كلاهما حسن لكن هذا أحسن. فقولها هنا الله أعلى ليس معناه أن لهب العلو، فهي ليست على بابها، وهذا كثير جدا في لغة العرب وكلامهم، بل في القرآن والسنة. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوا، والعزة أيضا هي من أصنامهم كما قال الله عز وجل فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. قالوا ماذا نجيب له؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، أي أن هذه العزة التي تنتسبون إليها وتنتخون بها هي لا تنفعكم في شيء، أما نحن فالله تعالى مولانا، أي هو ناصرنا وحافظنا ومعيننا، وأنتم ليس لكم مولى. أما العزة فلأنها صنم لا يضر ولا ينفع، وأما الله عز وجل فإنكم قد كفرتم به وأشركتم، فلا تنتظروا منه نصرا ولا توفيقا ولا حفظا. وفي الحديث الضرر العظيم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الضرر العظيم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القوم قد هزموا بمخالفة أمر واحد، فما بالك إذا خالفت الأمة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة من جوانب حياتها الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والسياسية وغيرها، لا شك أنها حينئذ لا تكون جديرة بالنصر بحال من الأحوال، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قد يهزم الناس وقد يعذب الناس بذنب واحد، فكيف بمن كانت حياته كلها ذنوب؟ والفائدة الثانية الضرر العظيم من مخالفة أمر القائد أو الإمام، يعني سواء كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان غيره كقائد المعركة وإمام الأمة ورئيس القوم أو مقدمهم، فإن الطاعة هي التي تنتظم بها الأمور وتنضبط ويعلم كل إنسان ما له وما عليه. أما إذا لم توجد الطاعة فمعنى ذلك أن الأمر يتحول إلى فوضى ثم إلى فشل، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي الريح هي الحرب والشوكة والقوة. وفي الحديث فوائد ظهرت من خلال شرحه غير ما ذكر كثيرا. ليس فيه فضيلة بذاته، لكن لا شك أن هذا يشهد له يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة إنه يبعث ويبعث يوم القيامة ملبيا. فهكذا كون الإنسان يقتل شهيدا
ثم يجمع يوم القيامة ويحشر من بطون السباع وحواصل الطير، هذا شرف له وشهادة له عند الله عز وجل يوم القيامة ببلائه في سبيل الله وصبره واحتسابه. ما انتصروا عليه، لكن لما ذهب المشركون وتركوا موقع المعركة جهة مكة تشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: لو رجعنا إلى المسلمين فاستأصلنا شافتهم وأجهزنا عليهم وقتلنا البقية الباقية منهم. فأجمعوا على ذلك ورجعوا يريدون أن يجهزوا على المسلمين ويقتلوهم عن آخرهم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وعزم على أن يخرج إلى المشركين فيناجزهم حتى يحكم الله بينه وبينه. فأمر المسلمين بالخروج والرجوع كلهم خاصة من شهد أحد، فرجعوا ذهبوا جهة المشركين، حتى ورد في بعض الروايات أن منهم من كان يحمل جريح ما يستطيع المشي من المعركة، من هؤلاء السبعين، فكان يحمل ليذهب إلى مناجدة الكفار وملاقاتهم لشدة الصبر والتصميم. فذلك قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما رأى المشركون ذلك تركوا الأمر خشية أن ينقلب نصرهم إلى هزيمة ورجعوا. والكلام في معركة أحد يطول وفيها دروس وعبر كثيرة لا يتسع لها المقام، نقرأ في صحيح مسلم. الحديث الأول، الحديث عمران رضي الله عنه، فيه قصة العظماء ابتداء من أخذها وانتهاء بما حصل لها مع هذه المرأة. فذكر في مطلعه أن ثقيف وبنو عقيل كانوا حلفاء في الجاهلية، والحلف معروف كما سبق، يعني بينهم معاقدة ومعاهدة على النصرة والتعاون فيما بينهم. ولذلك أخذ الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب المسلمون رجلا من عقيل فأخذوا باعتبار أنه من عقيل التي هي حليفة لثقيف، فكان في الوثاق. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: المرة الأولى بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، ما هو الجريمة التي فعلته، ما هي الجريرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، لأن ثقيف حينئذ وعقيل أصبحت كأنها قبيلة واحدة، فأخذ بجريرة قومه ليؤسر حتى يطلقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بسابقة الحاج ناقته، لأنها كانت تسمى كذلك لسبقها وسرعتها، كانت تسبق الحجاج، تسبق نوق الحجيج. في المرة الثانية نادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مسلم. قال له عليه الصلاة والسلام: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. يعني هو يدعي أنه كان مسلما وهو كاذب في ذلك، لأنه ما نطق بالشهادتين حتى يكون مسلما حقا، وإنما ادعى أمرا سبقا. فقال له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني أصبت الفلاح في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالسلامة من الأسر، وأما في الآخرة فبالسلامة من النار، لأنه حينئذ يكون آمن بصدق وليس بسبب تظاهر أو ادعى أنه كان مسلما بسبب أنه أسر. فالمهم فدي هذا الرجل بالرجلين. في المرة الثالثة طلب الطعام والشراب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أمر بأن يطعم ويسقى. ثم فدي بالرجلين من المسلمين، وأسرت امرأة من الأنصار وأخذت العظباء. فبينما هي يوم من الأيام في إحدى الليالي وجدت غفلة من القوم ففتت الوثاق وجاءت إلى الإبل التي أراحوها بين يدي بيوتهم، فكلما قربت من بعير الرغى فتركته لئلا يفطن لها القوم، حتى أتت العظباء وكانت ناقة منوقة، يعني مذللة مدربة، فحركتها وركبت عليها، جلست في عجوزها ومشت بها.
فنذر بها القوم، علموا بالخبر ولحقوا بالمرأة فأعجزتهم، لأن العظماء كانت سريعة لا تسبق سابقة، فلم يستطيعوا، ولكنها خافت فنذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة نظر إليها الناس فقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليح المسلمون بذلك لأنهم كانوا رضي الله عنهم يحبون كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نوقه وإبله وشياهه وغيرها كانت لها في نفوسهم ما ليس لغيرها لتعلقها بشخص المحبوب عليه الصلاة والسلام. فأخبرت هي بالخبر بنذرها، وسئل عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فتعجب وقال سبحان الله، ليس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، يعني ليس هذا جزاء هذه الناقة إن نجاها الله عليها أن تنحرها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا وفاء لي لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، من نذر المعصية لا يوفى به، كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكذلك ما لا يملكه الإنسان لا ينذر أنه ينفق ويتصدق بمال غيره، هذا ليس صحيحا ولا يفي بهذا النذر. الحديث الثاني فيه أن كفارة النذر كفارة يمين، وسبقا بينت أقسام النذر وما هي النذور التي يكفر عنها بكفارة يمين، فإن هذا النذر ليس على أطلاقه هذا الحديث، وإنما هو في نذور معلومة. أما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به ولا يجزي أن يكفر عنه كفارة يمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته حتى يسمع. وساق فيها حديث سلمة بن الأكوع، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه انطلق من المدينة إلى الغابة، فلما كان بالثنية لقيه غلاما، والغابة هي موضع بين مكة والمدينة، وهذا الغلام هو مولى عبد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قيل اسمه رباح. فقال له كأنه رأى عليه أثر الفزع، فسأله ويحك مالك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة، وهي الناقة الدارة كثيرة اللبن. فقال له من الذي أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فنادى رضي الله عنه بأعلى صوته: يا صباحاه يا صباحاه. وهذا النداء معروف عند العرب في الجاهلية، كان يندر به بعضهم بعضا إذا أغار عليهم العدو وهم غارون غافلون، صرخ أحدهم بأعلى صوته: يا صباحاه يا صباحاه، يعني أتاكم الجيش، صبحكم الجيش والعدو وأنتم نائمون، حتى أسمع من بين لابتيها، أي لابتي المدينة، واللابتان تثنية لابة وهي الحرة، وكما هو معروف إن في المدينة حرار عديدة، وفي جزيرة العرب 5 حرار ولا تزال معروفة، وهي حجارة سود محترقة، وقد جرى استعمال هذا اللفظ لتحديد المدينة في مواضع كثيرة، كما في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، رحمك الله. فأسمع أهل المدينة كلهم، صرخ بهم وأسمعهم حتى يستفزعهم ويستنصرهم، ثم لحق بالعدو راجلا على قدمه، وكان رضي الله عنه سريع العدو معروفا بذلك، حتى أدركهم وهم يسقون، فبدأ يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وقوله اليوم يوم الرضع، الرضع جمع راضع ومعناه اللئيم، والعرب تستخدم هذا اللفظ في وصف اللئيم، ويروى أن أصل استخدامه
أن رجلا من العمالقة استضاف رجلا، نزل عليه ضيف، فكان يريد أن يحلب شاته لكنه لا يريد أن يسمع الضيف صوت الحليب، فبدأ يرضع شاته بنفسه حتى لا يسمع الضيف. فهكذا أصبح كل لئيم رديء الطبع قليل الكرم يسمى راضعا. فقوله هو اليوم يوم الرضع أي يوم اللئام، والمعنى أن هذا يوم هلاكهم وفنائهم وأنتم منهم، وأنتم منهم، فيرميهم بالنبل ويقول لهم هذا حتى استنقذ منهم لقاح النبي صلى الله عليه وسلم واستاقها، استنقذها واستاقها ورجع بها، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن القوم إني أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم. والسقي بكسر السين هو الشراب، يسمى شرب ويسمى سقي، فهو أعجلهم قبل أن يشربوا سقيهم واستنقذها منهم وأخافهم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث في إثرهم، أن يبعث في إثرهم، أي أن يبعث جيشا أو سرية 100 رجل ويكون سلمة واحدا منهم لأخذ البقية معهم والقبض عليهم وعقابهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح، ملكت فأسجح. وقوله ملكت أي أنهم صاروا كأنهم في حكمك وكأنك مالك لهم وكأنهم أرقاء في يدك، لأنك قد ظفرت بهم وتمكنت منهم. فأسجح يعني تسامح، تجاوز، وهذا معروف عند العرب. ملكت فأسجح هذا مثل معروف عند العرب، يعني يطلبون ممن قدر على الشيء أن يعفو، كما قال بعضهم: مثلك قدر فعفى. ويقول عبد يغوث في يائيته المعروفة: أمعشرتين من قد ملكتم فأسجحوا، أمعشرتين من قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: سلمة، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. أي يحتمل هذا معنيين: الأول أنهم الآن قد نزلوا بقومهم فأطعموهم، إن القوم قد نزلوا بقومهم الآن فأطعموهم وقدموا لهم القراء وهو طعام الضيف. وقد جاء عند ابن سعد أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إنهم نزلوا على رجل من غطفان أو هوازن فذبح لهم، فلما قرب الطعام رأوا غبرة فقاموا وهربوا، خشوا أن يكونوا قد أدركوا. وفي رواية في بعض نسخ صحيح البخاري: إن القوم يقرون في ديارهم، بفتح الياء وضم الراء. وعلى هذه الرواية يكون المعنى: إنهم قوم كرماء أجواد، يطعمون الضيوف، كان من عادتهم إطعام الضيوف، فتجاوز عنهم بذلك. وفي هذا دليل على الرواية والوجه الثاني، أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن خلق الإنسان الحسن من كرم وشجاعة ونبل ووفاء وصدق يكون سببا في سلامته من المصائب والآفات الدنيوية. والشاهد من الحديث قوله: يا صباحا يا صباحا حتى أسمعت من بين لابتيها، وأن هذا أمر دارج معروف، وهو موجود اليوم بصورة أو بأخرى في الأمم كلها والجيوش، ويسمونه الإنذار. وقد يكون هذا أحيانا من خلال صفارات معروفة، إطلاقها يدل على وجود غارة جوية أو غيرها، وقد يكون من خلال مكبرات الصوت أو غيرها، فهو أمر معروف
لكن الأولين كانوا يطلقونه للنجدة والغوث، وأما في هذا الزمان فهو يطلق للفرار والهرب حتى يفزع الناس إلى مخابئهم ويهربوا. نعم أي نعم أي نعم. نعم، الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فك العاني يعني الأسير، ولذلك ترجم عليه المصنف بباب فكاك الأسير، وهو دليل على وجوب فكاك الأسير، وهذا فرض كفاية على المؤمنين أن يفكوا الأسير أي من المسلمين أي من المسلمين. فإذا أسر مسلم لدى كفار أو لدى ظلمة معتدين أو بغاة وجب على المسلمين السعي في فكه، فإن كان فكه يكون بالمال فكوه بالمال، وهو ما يسمى بالفداء، وكثيرا ما يطلب الذين أسروا فدية مقابل فكاك هذا الأسير فيعطون فدية. وقد يكون فكاك الأسير أحيانا بما يسمى بمبادلة، تبادل الأسرى، أن يفك المسلمون أسرى عندهم في مقابل أن يفك الكفار أسر المسلمين. وقد يتطلب الأمر إذا كان بالمسلمين قوة أن يتدخلوا بالقوة لفكاك أسراهم وإطلاق سراحهم، وهذا يخضع لا شك لاعتبار المصالح الموجودة. ليس صحيحا مثلا أن يشن المسلمون حربا يقتل منهم فيها 100 من أجل فكاك أسير واحد، كما هو معلوم حتى لو قتل هذا الأسير فقتله أهون من قتل 100 في الحرب، إنما هذا يخضع لغلبة المصلحة. وأطعم الجائع، وهذا أيضا فرض كفاية، فإنه واجب على المسلمين أن يطعموا جائعهم ولو بات في المسلمين في بلدهم أهل بيت جياع لا يجدون ما يأكلون، لكان كل من علم بذلك آثما إن استطاع أن يطعمهم فلم يطعمهم. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله إن هذا الجائع الذي لا يجد ما يأكل أن له الحق أن يأخذ ما يحتاج إليه بالقوة إن لم يطعموه. وهذا في الأصل نظم الإسلام هذه المسألة وأوجب على المسلمين أطعام الجائع، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وعود المريض وعيادة المريض حينئذ مستحبة مستحبة، وهي من حق المسلم على المسلم، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، وأظنه سبق معنا حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها عيادة المريض. وإنما سميت عيادة لأنها تتطلب معاودة مجيئا مرة بعد أخرى، والمقصود بالمريض هو من كان فيه مرض يقعده فيحتاج إلى أن يعاد، ولذلك يقال فلان مريض يعاد مريض يعاد، دليل على أنه لا يخرج من بيته أقعده المرض فعاده الناس. أما إن كان المرض خفيفا لا يقعد بل هو يصلي مع الجماعة ويخرج إلى السوق ويقوم بأعماله فهذا لا يدخل في ذلك. وإن كانت زيارة المسلم أصلا مستحبة، فإن كان لها سبب زادها السبب وجاهة وقوة، لكن مثلا من ألمه ضرسه أو كان فيه زكام خفيف فإن هذا ليس مما يعاد لذات المرض، إنما زيارة المسلم فيها من الفضل ما قد علمته. نعم
أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، وقد سأل علي رضي الله عنه بناء على الشائعة والمقولة التي أشاعتها بعض الشيعة في عهده رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء من الوحي، كما هو شائع عند الشيعة الاثني عشرية، فإنهم يزعمون أن هناك مصحفا لفاطمة رضي الله عنها بحجم قرآننا هذا 3 مرات وليس فيه من القرآن حرف واحد، وهذا مستفير متواتر في كتبهم معروف. وهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بشيء من الوحي ما خص به غيره، وهذا لا شك من سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستلزم عدم امتثاله لقول الله عز وجل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فزعمت الشيعة قبحها الله وما زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جحد أكثر الوحي وخص به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم في ذلك أقاويل وتهاويل تضحك منها التكلى. فسئل علي رضي الله عنه عن ذلك فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وفلق الحبة هو شقها، فلق أي شق، كما في قوله يقول: أعوذ برب الفلق فالق الإصباح. وأخرج منها الشجر والزرع والنبات، وبرأ النسمة أو النسمة وهو الإنسان، يعني خلقه وبرأه وذرأه. لا أعلمه، لا يوجد هذا. وقوله لا أعلمه هو تماما بمعنى لا يوجد، بل قد يكون أبلغ، لأن الآن التهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا، فإذا كان علي المدعى بأنه مخصوص يقول لا أعلمه فقد انتفى الأمر كله، إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى. هذا ليس مما خص النبي صلى الله عليه وسلم به آل بيته، بل هو أقرب أن يكون استثناء منقطعا، يعني لا يوجد شيء من ذلك، ولكن قد يتميز أحد منا أو من غيرنا بفهم يعطاه في كتاب الله عز وجل، أن يكون له نظر في القرآن يستخرج بهذا النظر من المعاني ما لا يستخرجه غيره. وهذا دليل على أن من كان عنده آلة الاستنباط وأصول الاستنباط والمعرفة في قواعد الشريعة أن له أن يستنبط من القرآن الكريم ما يدله عليه فهمه، لأن علي رضي الله عنه عد ذلك من الميزات والفضائل التي يمنحها الله تعالى من يشاء، أن يعطى فهما في كتاب الله عز وجل. حتى قال بعضهم أنه قد يؤخذ من ذلك أن للإنسان أن يستخرج من الآية معنى لم يذكره من قبله، وليس المقصود أنه يأتي بتفسير يخالف ما عليه الأولون، لا، لكن قد يخرج بفائدة من الآية ما ذكرها أحد قبله، والفائدة صحيحة، لكن دلالة الآية عليها مما لم يسبق هو إلى ذكره. وقد يكون هذا المعنى أو هذه الفائدة تكون انقدحت في أذهان قوم كثيرين لكن لم توجد مدونة في كتب التفسير. وما في هذه الصحيفة؟ قال له: وما في هذه الصحيفة؟ ما الذي في هذه الصحيفة؟ وكانت هذه الصحيفة معلقة في قراب سيفه، أشار إليها فقال: فيها العقل، يعني الديات، وفكاك الأسير، أي بماذا يكون فكاك الأسير وما حكمه، وألا يقتل مسلم بكافر.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر أيا كان لعدم التكافؤ بينهما، فإن المسلم لا يعادل بالكافر بحال من الأحوال ولا يقاد به، والكفار كلهم لو جمعوا ما عادلوا مسلما واحدا، لو ملأتم الدنا ما عادلتم مؤمنا، فالصفر والصفر صفر. فلا يقتل المسلم بكافر خلافا لأبي حنيفة غفر الله له ورحمه الله. وفي صحيفة علي رضي الله عنه أشياء أخرى غير هذه سبقت، تذكرون منها شيئا مما يوجد في صحيفة علي رضي الله عنه غير هذه الأمور الثلاثة؟ نعم. ها طيب، أسنان الإبل الصدقات، نعم غيره. ها طيب، ذمة المسلمين واحدة، وأيضا نعم طيب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيضا ها المدينة حرم، نعم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، نعم نعم أقرأ. في إيش المبالغ؟ هذا بحسب الاتفاق، طبعا الكافر عند قومه خير من المسلم عندهم، ها؟ فهذا أمر آخر، قد يطلبون بأسيرهم مبلغا كبيرا أو واحدا أو أكثر حتى، هذا ليس من قبيل الإقرار على المساواة، لكنه من قبيل كون المسلم يحرص على فدائه بكل وسيلة. نعم. الحديث الرابع، نعم هذا في فداء المشرك إذا أسر، وأنه قد يفدى بالمال كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، والفداء يكون بالمال. فقالوا: يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه. وعباس رضي الله عنه ليس ابن أختهم، وإنما أبوه هو ابن أختهم، أبوه هو ابن أختهم، فلذلك قالوا ما قالوا. وهذا من أدب الأنصار رضي الله عنهم وحسن رعايتهم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أرادوا إطلاق العباس لأنه عمه، لكنهم ما أحبوا أن يقولوا: إذن لنا فلنترك لعمك عباسا فداه، لأن حينئذ يكون كأنه ثمة منة على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أطلق من جهة كونه عما له. فلهذا قالوا: فلنترك لابن أختنا، فذهبوا يتعلقون بنسب بعيد، بخؤولة بعيدة للعباس رضي الله عنه أن يتركوا له الفداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعون منه دينارا درهما واحدا. وقوله لا تدعون بإثبات النون، وهذا يدل على أن الأقرب أن لا ها هنا نافية وليست ناهية، فلو كانت ناهية قال لا تدعوا منه، فلما قال لا تدعون كما هي الرواية دل على أنها نافية وهي بمعنى النهي، هي نافية ولكنها بمعنى النهي، أي لا تتركوا منه شيئا أبدا، بل استوعبوا واستقصوا فداه، بل مزيد على ذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي ابني أخيه وأن يفدي حليفا له، ففدى العباس رضي الله عنه خمسة ابني أخيه وحليفا له
أو أربعة ابن أخيه وحلفا له ونفسه وفداهم بمال كثير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن العباس رجل غني موسر. وليس في هذا إخلال بحق عمه، لأن ذلك لبيان أنه لا محاباة في الدين ولا يخصص أحد إلا بسبب. نقرأ في صحيح مسلم. بارك. حديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب الأيمان، وفيه النهي عن الحلف بالآباء. ولا شك أن النهي هو عن الحلف بغير الله مطلقا، كما في الحديث الآخر وهو في مسلم أيضا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالآباء لأنه كان معروفا عندهم في الجاهلية، كما في حديث ابن عمر الآخر: فكثيرا ما كانوا يحلفون بآبائهم. فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، كما نهى عن الحلف بالكعبة والنهي عن الحلف بالأمانة وما أشبه ذلك، لأنها أمور معروفة عندهم، فكان من المناسب النص عليها والتخصيص بعد التعميم. فيقول: ولا شك أن النهي للتحريم، لا شك أن النهي للتحريم، ولذلك قارنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالكفر والشرك: فقد كفر أو أشرك. والمقصود الكفر الأصغر والشرك الأصغر. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنه لم يجري هذا اليمين على لسانه منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا عامدا ولا آثرا، يعني لم يجره على لسانه مطلقا، لا على سبيل الحلف ابتداء وإنشاء مثل أن يحلف هو بأبيه أو بغير الله، ولا ذاكرا له عن غيره، بمعنى أنه يروي قصة فيقول: فلان تكلم وكذا وقال وأبي مثلا، لم تجري هذه الكلمة على لسان عمر، حتى مجرد رواية اليمين عن غيره لم يجري على لسانه. وهذا يدل على شدة امتثاله رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجديتهم في تطبيق شرع الله عز وجل، وبعدهم عن كل ما فيه شبهة أو حتى ليس فيه شبهة أحيانا، لكن من باب شدة الحذر. يعني أصبح رضي الله عنه يكره الحلف بالأب وبغير الله، حتى إنه لا يطيق أن يذكر أحدا حلف بغير الله. نعم. لا، ما نقول مشرك، قل الفعل شرك، فعل شرك، وليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من قال ولات فليقل لا إله إلا الله. من قال ولات، يعني من حلف بغير الله، فليقل لا إله إلا الله، يستغفر ويجدد إيمانه بنطق كلمة التوحيد.
أيضا الحديث متفق عليه، رواه البخاري بنحوه وفي كتاب الأدب، رواه البخاري بنحوه في كتاب الأدب، وفيه ما في الحديث الذي قبله من النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، خاصة الحلف بالآباء، فإن قريشا كانت تحلف بآبائها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله أو فليحلف بالله، وهو دليل على كراهية الحلف أيضا، كما قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، خاصة الإكثار منه في بيع أو شراء أو قول. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، فإن الإيمان الصادق بالله عز وجل يجعل صاحبه يقتصد في اليمين، فإذا رأيت الإنسان لا يأخذ إلا بيمينه ولا يعطي إلا بيمينه، وكلما تكلم أقسم، فاعلم أن هذا رقيق الدين وأنه لا يخاف الله عز وجل إلا قليلا، فلا داعي للحلف، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الحلف فليحلف بالله أو ليدع. فالحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فمن الجائز أن تقول والله أو الرحمن والرحيم أو ربنا، ومن الجائز أن تحلف بالصفة فتقول كما في الحديث كما في الأثر: وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. وكذلك الحلف بآيات الله إذا كان المقصود بها الآيات الشرعية القرآن. نعم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأصنام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بها وبالآباء، وإنما خصها لسببين: الأول أن هذا كان معروفا عندهم، الثاني أن هذا مظنة الوقوع في الشرك، وذلك لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام عبادة حقيقية، فالحلف بها يوهم بأن في القلب شيئا من تعظيمها والحنين إلى عبادتها، وهذا لا شك ذريعة كبيرة جدا إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك فإن الحلف بالله أو بالعزة أو غيرها من أعظم ألوان الشرك الأصغر، وهو أخطر وأكبر من الحلف بالأب مثلا أو بالكعبة أو بغيرها، لأن ملابسة الشرك فيه قريبة، وهم حديث عهد بعبادتها، فلذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلفت نظر الإخوة أولا إلى أن غدا فيه استسقاء كذا، وثانيا بالنسبة لشروق الشمس على حسب ما في التقويم أنها تشرق في 6:35 أي بعد دقائق من الآن، ومن المعلوم أنها ترتفع بعد نحو 10 من إشراقها، فكثير من الإخوة يتنفلون قبل وقت ارتفاع الشمس، فمن كان مستعجلا يذهب لو لم يصلي، ومن أراد أن يتنفل فليجلس حتى ترتفع قيد رمحه.